بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: الحديث الخامس عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة، ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى أصحابه أغر الميامين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ينفعنا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا تجاب لها. ونسألك اللهم الإخلاص والإحسان والتوفيق والتثبيت والتسديد والقبول في القول والعلم والعمل. قال رحمه الله تعالى عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عشاء الآخرة، ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة. هذا الحديث مر معنا ببعض ألفاظه فيما سبق في أحكام الإمامة، وخاصة في قوله أفتني يا معاذ ونحو ذلك، وهو أن معاذا رضي الله عنه كان إماما لقومه بني سليم، لأن هو من بني سليم، وإلا أنه لحرصه على الخير رضي الله عنه، وهو يعني من فقهاء الصحابة، من فقهاء الأمة، والنبي صلى الله عليه وسلم أعلمكم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، فكان يعني عالما ومشارا إليه رضي الله عنه وارضاه في الفقه. وأيضا من حرصه على الخير أنه كان يحرص أن يصلي الفريضة مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يذهب إلى قومه يصلي بهم إماما، يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم مأموما ويصلي بقومه إماما. أورد الشيخ الحديث في هذا الموطن ليدلل على أو ليشير إلى الحكم المختلف فيه بين العلم من حيث صحة إمامة إمام، أن يكون إمام المتنفل بالمفترض، بمعنى أن يكون الإمام صلاته نافلة والمأموم فريضة، وأنه يعني مما يستدل به على صحة إمامة المتنفل بالمفترض. وطبعا الخلاف هو من حيث يعني اختلاف النية بين الإمام والمأموم، سواء كان المفترض بالمتنفل أو المتنفل بالمفترض، أو المؤدي بالقاضي أو القاضي بالمؤدي، وعلى ما نفصل إن شاء الله. فالمقصود أن المانعين من هذا هم يستندون إلى قوله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، ثم قال: فإذا كبر فكبروا وإذا كبر إلى آخره. فعموم هذا التوجيه وهذا أنه أن مما يدخل في الخلاف حتى النية، وإلا لا شك طبعا الإمام المأموم لا يجوز له أن يختلف عن الإمام في الأفعال، لأنه المأموم تابع
لإمامه في أفعال الصلاة، فلا يكبر قبله تكبيرة الإحرام مثلا، بل ولا ينبغي أن يكبر مقارنا له، لا يكون لا يسبق الإمام ولا يقارنه كذلك، وإنما يكون تكبيره بعده. ولهذا قال فإذا كبر فكبروا، الفاء هنا كما يقول علماء اللغة تفيد التعقيب، الفاء العطف بالفاء يفيد التعقيب، فإذا قلت جاء محمد فعلي يفهم من هذا أن عليا جاء بعد محمد، بينما لو قلت جاء محمد وعلي الواو لا تفيد الترتيب، وإن كانت تفيد الاشتراك، تفيد الاشتراك بمعنى أنهم اشتركوا في المجيء، جاء محمد وعلي، ولكن لا يفهم منها الجزم بأن محمدا قبل علي، الواو لا تفيد ذلك، إنما لتفيد الفاء. وثم كذلك في الترتيب لو قلت جاء محمد ثم علي، إذن نفهم من هذا أن محمدا جاء قبل علي، وهكذا. ففي قوله فإذا كبر فكبروا بمعنى أنه لا يكون تكبيرك إلا بعد تكبير الإمام، وإذا ركع فاركعوا كذلك أيضا، وإذا سجد فاسجدوا، ثم قال فإذا صلى جلسا فصلوا جلوسا أجمعين أو كما جاء. على كل حال مر معنا هذا الحديث. المقصود أن قوله صلى الله عليه وسلم فلا تختلفوا عليه، فهم منه بعض العلم أن المقصود حتى النية، يعني تختلف نية المأموم عن الإمام، بمعنى أنه إذا كان الإمام يصلي فريضة فالمأموم فريضة، وإذا كان نافلة فلا يصلي المفترض خلف المتنفل. بينما حديث معاذ هنا لا يفيد أن معاذا رضي الله عنه حينما يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يصلي الفريضة، ثم إذا ذهب إلى قومه إماما تكون في حقه نافلة، لأنه أدى الفريضة مع النبي صلى الله عليه وسلم. وللعلماء خلاف كبير جدا في هذا بالجمع بين الحديثين، ولكن لا يبدو أن هناك تعارضا. لماذا؟ لأن المقصود هو في قوله فلا تختلفوا عليه، إن بمعنى الخلاف في الأفعال وليس في النيات، بمعنى أن يكون هذا نيته فريضة وهذا نيته نافلة وهذا نيته أداء وهذا نيته قضاء ونحو ذلك. وهذا هو صحيح إن شاء الله، هذا هو الراجح، أنه تصح إمامة المفترض بالمتنفل والمتنفل بالمفترض، وأيضا المؤدي بالقاضي والقاضي المؤدي، وهذا هو الصحيح الراجح. لا مانع أيضا أن نذكر بكل حديث معاذ، خاصة لأنه يهم التنبيه له، ولا سيما مع الأئمة جزاهم الله خيرا وأعانه الله على مسؤولياتهم، حينما قال له حينما جاء هذا الرجل من بني سليم فيشكو النبي يشكو إلى النبي صلى الله عليه وسلم مما يطيل معاذ، وقال إن ويقول الرجل يا رسول الله نحن أصحابنا واضح، يعني فلاحين ومعنى واضح إبل، وأن واضح بمعنى أنهم يسقون عليها، وعادة الذي يسقي بالناضح يتعب، وغالبا لأنه يمشي خلفها من الصباح الباكر إلى آخر النهار، لأنه يهتم بالسقي ويريد أن يخرج الماء من البئر عن طريق الحيوان، وغالبا نواضح أهل المدينة أغلبها نواضحهم الإبل، وإلا البلدان تختلف، بعضهم بالحمير أكرمك الله، وبعضهم بالثيران، وبعضهم بالإبل، وبعضهم يعني. فالمقصود أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال نحن أهل نواضح ومعاذ يطيل بنا، فقال يا رسول الله أفتان يا معاذ؟
أيكم أما الناس فليخفف. وهذا هو الذي وقلنا من هذا كثيرا، ولكن لا من أن نذكر به لأنه مهم جدا، ولأنه يعني الأئمة مثل أئمة الصلاة جزاهم الله خيرا وأعانهم وسددهم أحيانا يعني قد لا يعني يغفلون عن ملاحظة المأمومين، أو يظن أنه في فهمه أنه يريد أن يقول أن نحملهم على السنة ثم يطيل بهم. لا، وفي قوله صلى الله عليه وسلم فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة والمريض أيضا، بمعنى أن المصلين فيهم كل هذه الطبقات، فيهم مريض وفيهم كبير سن تشق عليه الحركات قيام الركوع والسجود إلى آخره، وفيهم ذو الحاجة المشغول الذي له تجارته أو له حاجة، عنده مريض يمرضه أو عنده أم يرعاها أو عنده زوجة يمرضها أو نحو ذلك. فالحاجات الناس تختلف، ولهذا الإمام حقيقة يا إخواني ينبغي أن يراعي كل هؤلاء، ولا يقول لا أنتم جيتوا المسجد لا تلتزمون وتجلسون وكذا كذا كذا، هذا جيد، ولكن أيضا أنت تريد أن تعينهم على أن تكون صلاتهم تامة وخاشعة. أما إذا أطال الإمام بضاعة زائدة هذا ينفر المأمومين ويفتنهم كما قال أفتان. والفتنة هي أن 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 المتابع يتغير مزاجه ويتغير حاله ويكون قلقا ولا يؤدي الصلاة على وجهها، ولا يكون حاضر القلب، ولا يكون خاشعا، ومعلوم أن لب الصلاة هو الخشوع، والإمام ينبغي أن يعين المأمومين على هذا، فلا يطيل فيهم إطالة تجعلهم يتبرمون، إنما يحرص على السنة ولكن لا يطيل. فمن هنا يعني ينبغي، وغالبا كل مسجد فيه مريض وفيه ضعيف يعني هزيل وفيهم كبير شيخ كبير السن وفيهم ذو الحاجة اللي هو المشغول في دكانه كما قلنا، ولا في أهله، ولا في عندهم مشغول، قد يكون مشغول في إصلاح سيارته، مشغول في أشياء معروفة أن الناس مشغول في أولادي، عنده أطفال، عنده مدارس، عنده في وظيفته وعمله سواء كان حكوميا أو خاصا إلى آخره. فكل هؤلاء ينبغي الإمام أن يراعيهم، ينبغي الإمام أن يراعيهم. الحاصل أنه لا مانع أن يصلي المفترض خلف المتنفل، بمعنى إذا صليت أنت مثلا مع الإمام وانتهيت ثم جاء ناس تأخر عن الصلاة وتقدمت أنت بهم لتصلي بهم وأنت قد أديت الفريضة مع الإمام، لكنك أنت أقرأهم مثلا وأحسنهم قراءة وقد تكون أفقههم فقدموك، فلا مانع أن تتقدم وإن كنت قد صليت الفريضة. هذا معناه أن 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 يأتم المتنفل المفترض، كذلك يأتم المفترض المتنفل، بمعنى أنت الإمام يصلي لكنك قد صليت صليت في مسجد آخر ولا صليت في بيتك لعذر ثم جئت والمسجد صلى، لا مانع أن تدخل معهم، تدخل معهم نافلة، تدخل معهم وهي في حقك نافلة، في حقك نافلة تصلي، فالإمام نيته الفرض وأنت نيتك النافلة، أو أنه عليك صلاة الظهر مثلا ما صليت الأمس مثلا وصليت الظهر اليوم ثم جيت لمسجد يصلون الظهر وأنت قد صليت الظهر، فلا مانع أن تصلي صلاة أمس القضاء خلف الإمام اللي يصلي أداء. هذا معنى أن يصلي القاضي يعني الذي يقضي صلاته خلف الذي نية صلاته أداء،
يصلي القاضي خلف المؤدي، وكذلك المؤدي خلف القاضي. المقصود أن اختلاف نوع الصلاة لا يؤثر في أن يتم أن يؤم أحدهما الآخر أو أن يتم أحدهما بالآخر، والله أعلم. الحديث السادس عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه. هذا حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه. طبعا مر معنا بالأمس حديث عبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم في قوله صلى الله عليه وسلم: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر مفيحي جهنم. ولا تعارض بين هذا وهذا، لاحظوا حديث ابن عمر وأبي هريرة في قوله صلى الله عليه وسلم: إذا اشتد الحر فأبردوا، بمعنى لا تصلون، انتظروا حتى يبرد الوقت. وقلنا إن الإبراد هو بأن يظهر للحيطان ظل حتى يتمكن الذاهب المسجد أن يمشي في ظل ويتقي حر الشمس أو حر أشعة الشمس لا تقع على رأسه وبدنه. ولهذا قال: فأبردوا. ولهذا قال علماء: ضابط الإبراد هو أن يكون للحيطان ظل. هنا أنس رضي الله عنه يقول: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة حر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه. يعني كأن الظاهر أن هذا الحديث يعارض الحديث السابق، لكن العلماء قالوا: لا، لا تعارض. الحديث هنا بمعنى أنه حتى ولو أبرد الإنسان بالوقت يبقى الحر حارا، تبقى الأرض حارة، لأن الإبراد إلى درجة معينة، لكن لا تبقى حرارة الأرض، لأن الظهر طويل، والأمر الثاني الشمس يبقى حرها إلى العصر أو بعد العصر. فالمقصود الإبراد بمعنى التخفيف، بحيث يكون الطريق إلى المسجد فيه ظل ويكون أخف، ويكون الجو أخف قليل، لكن الأرض تبقى ممسكة بحضارتها. إذا ما في تعارض بين هذين الحديثين، بمعنى أنه يصلي وإن كان قد أبرد لكن تبقى الأرض حارة أحيانا حسب يعني المواقع من الصيف ومن المواقع ومن التعرض الشديد لأشعة الشمس إلى آخره. قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه. الأصل أن الإنسان إذا سجد أعضاؤه تكون مباشرة للأرض، سواء اليدين أو الجبهة والأنف أو الرجلين أو الركبتين، تكون مباشرة للأرض. الحائل الذي بين الساجد أو الساجد بأعضائه وبين الأرض، هذا الحائل إما أن يكون منفصلاً أو يكون متصل، إما أن يكون منفصلاً أو متصلاً. السجادة اللي عندكم هذا منفصل، أن تصلون وبينكم وبين الأرض سجاد، هذا منفصل، أو معه سجادة صغيرة يصلي عليها. وتعرفون حينما كان جائحة كورونا، الحمد لله رفع الله عن المسلمين وعن العالم، كان المسلمون يصلون بسجادات من باب الاتقاء ومن باب أخذ الوقاية، والحمد لله
هذا ديننا في هذا واسع. فهذه السجدات المصليات هذه مفصولة، بمعنى ليست متصلة بالمصلي. وهذا بعضهم يقول لا تنجر بمشي، لا تنجر بمشي، لأن إذا كانت متصلة تنجر معه إذا مشى. هنا الحديث يقول فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض مباشرة، بمعنى على الرمل مباشرة أو على الحصباء مباشرة أو على التراب مباشرة لشدة حرها، بسط ثوبه. الثوب طبعا وسيأتي معنا في الحديث اللي بعد هذا، لا يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على اعتقاد شيء. الثوب يطلق على كل ما يلبسه الإنسان، سواء كان رداء أو قميصا أو ثوبا أو حتى فالثوب هو كل ما يلتحف به الإنسان يسمى ثوب، سواء مخيط أو غير مخيط أو كان قميصا أو كان يسمى ثوب، فكل ما يلتحف به الإنسان يسمى ثوب. فمقصود الثوب هنا بمعنى ما لبسه. فهنا حينما كانت الأرض حارة بسبب الشمس ويصعب أن يضع الإنسان جبهته عليها شدتها، قال أنس هنا بسط أحدنا ثوبه فسجد عليه، بمعنى قد يكون ثوبه كمه كبير أو وسيع أو عريض أو حتى العمامة هذه يضعه، هذا مقصود، بمعنى أنه جزء منه، جزء مما يلبسه يجعله حائلا بينه وبين الأرض. فلاحظوا كما قلنا الفرق بين أن يكون الحائل منفصلا وأن يكون متصلا. فمثلا هذه الغترة إذا سجدت عليها وهي على رأسي تكون متصلة، لكن لو أني خلعتها وبسطتها تكون منفصلة. فلو خلعتها وبسطتها هذا لا إشكال فيه، ليس محل، يعني لو خلعتها وألقيتها على الأرض وسجدت عليها هذا منفصل، لكن لو لا أني سجدت وهي على رأسي وأخذت طرفها وسجدت عليه، هذا هو الذي يكون متصلا، يكون متصلا بالمصلي. ولهذا يقول فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه، بمعنى ثوبه المتصل به، ثوبه الذي لبسه. وطبعا يعني العرب ثيابهم مختلفة، أحيانا تكون مثل الإحرام، بمعنى الإحرام الرداء ما هو الإزار، لا يلبس ثوب واحد يلتف به ويمشي، يعني ما وقد لا يفعل سراويل عليه. وأحيانا إخواننا في الباكستان والأفغانيين عليهم نحف كبير ويلبسه وهو طويل يغطي شيء كبير يعني، فهذا من نوعه، وهذا يسمى ثوب. الرداء التي يكون كبيرا ويلتحف به الإنسان ويغطي أجزاء كثيرة من جسده، وغالبا العورة لا شك مغطاة، لكن يغطي كتفه ويغطي ظهره ويغطي بقية جسده وقد يغطي رأسه لأنه كبير، قماش كبير قطع كبيرة، هذا يسمى ثوب. فأي شيء تلتحف به وتضعه على بدنك تستتر به يسمى ثوبا. فليس الثوب خاص بهيئة معينة، القميص لا، القميص هو المفصل، القميص هو المفصل، له أكمام وله صدر وله كذا، هذا القميص. بينما الثوب لا، قطعة قماش كبيرة ويلتحف بها الإنسان. والإزار خاص بالعورة، عندنا رداء، شو لاحظوا، عندنا ثوب وعندنا رداء وعندنا إزار وعندنا قميص وعندنا سراويل. إذن
هذه الأنواع، عندنا سراويل، وعندنا قميص، وعندنا إزار، وعندنا رداء، وعندنا ثوب، خمسة. السراويل معروفة، هي تكون مفصلة على قدر أعضاء الأرجل، ويدخل الإنسان ويكون لها ربقة ويكون لها ويلبس سراويل. الإزار أيضا غالبا يكون للعورة، وغالبا يكون مفتوح من ليس له أكمام. السراويل لا أكمام للأرجل، الإزار ليس له أكمام، ولهذا الإحرام إزار في الإحرام ليس له أكمام. فالإزار يختص بالعورة من السرة وتحت. الرداء للجزء الأعلى، الرداء للجزء الأعلى، ولهذا يقول عليه إزار ورداء في الإحرام، إزار ورداء. فالإزار يتعلق بالعورة والرداء يتعلق بالجزء الأعلى من الجسم. وإذا قلنا قميص، القميص هو يتعلق بالجزء الأعلى من الجسم، وقد يتصل إلى مثل الثوب الذي نلبسه نحو هذا، يسمى قميص وإن كان طويلا إلى الساق وتحت الساق، وإن كان قميصا قصيرا يسمى قميص. فكل قميص الذي يغطي الصدر والأيدي وبقية البدن قميص مفصل مخيط يعني، سمى قميص، سواء كان قصيرا إلى منتصف البدن أو كان طويلا إلى القدمين يسمى قميص. إذا عندنا سراويل، وعندنا إزار، وعندنا الرداء، وعندنا الثوب. الثوب وسوف يتم معنا في الحديث بعد هذا، الثوب هذا يغطي يعني قطعة قماش ليست مفصلة ولا مخيطة، وغالبا تكون كبيرة، يلتحف بها الإنسان ويغطي بدنه كله بما فيه العورة. إذن فهمتم عندنا هذه الخمسة الأنواع، السراويل والإزار هذه للعورة، والقميص والرداء هذا غالبا للجزء الأعلى، والثوب للجميع، الثوب للجميع. ولهذا في قوله بسط ثوبه بقطع النظر أن يكون قميص وغير ما لابسه، ما لابسه قد يكون وسيع، كأحيان بعض لباس إخواننا الأفارقة والموريتانيين يكون أكمامه كبيرة، وبلدان كثيرة في أفريقيا يكون واسع بحيث أنه يستطيع وكم أنه يمده ويسجد عليه ويسجد عليه. المقصود أن الإنسان لا مانع إذا احتاج أن يجعل بينه وبين الأرض حائلا من الثياب التي يلبسها، لا مانع من ذلك، قد يكون لرمضاء وقد يكون هو عنده قروح أو عنده أشياء بحيث أنه لا يتأذى لو أنها لامست الأرض فيضع حائلا من ثياب أو نحوها، فهذا كله لا مانع، وهذا مما دل عليه هذا الحديث. والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.